نابغة عربي طور تكنولوجيا الرؤية عبر الجدران، استشعار الأجسام تحت الأنقاض، وحتى استكشاف أعماق المحيطات. إنه البروفيسور اللبناني فاضل أديب الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2023، جائزة أطلقها الشيخ محمد بن راشد تكريماً للعقول العربية الفذة ودعماً لتوسيع دائرة مساهماتها في خدمة البشرية. حصد البروفيسور فاضل أديب الجائزة عن أعماله الرائدة ودوره البارز في مجال التكنولوجيا اللاسلكية والاستشعار اللاسلكي، إذ أتاحت أبحاثه التقدم في مجال الرؤية والاستشعار عبر الجدران من خلال توظيف موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف على الأجسام خلف الجدران وتحت الأنقاض وغيرها، إضافة إلى تقديمه كاميرات استطلاع تعمل من غير بطاريات لاستكشاف المحيطات وتكتسب الطاقة من خلال الموجات في أعماق المحيط. كما نشر البروفيسور فاضل أديب أكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، فيما يشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فهنيئاً لكل عقل عربي نير ترك بصمة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية.